يا تارك الصلاة، تارك الصلاة خان الله وخان الرسول. وترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر حتى لو كان يقر بالصلاة. تارك الصلاة كافر، ولا يناقش هذا الأمر، لأنه في إجماع عند الصحابة في ذلك. العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي ما يصلي ويقول إنه هو من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبغى يسمع هذا المقطع. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني نور في الوجه، نور في اليدين، نور في الساق. أنت كيف تبغى تعرف النبي عليه الصلاة والسلام إنه يعرفك وأنت لا تتوضأ؟ تخيل النبي اللهم صلي وسلم عليه يشوف هذا من أمته، هذا من أمتي، يشوف العلامة وأنت ما عندك علامة لأنك ما تصلي. لازم تصلي.